أسبوع أسود على ميليشيات الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر بشرية ومادية جسيمة. ففي مديرية التحيتة لقي 6 من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم خلال هجوم على مواقع القوات المشتركة، ولاذت عناصرها بالفرار من تخوم الجبلية بعد أن دمرت القوات المشتركة طقما وآلية متحركة لحظة استهدافها مزارع المواطنين. وفي مديرية حيس أسرت القوات المشتركة قيادي ميداني لميليشيات الحوثي بعد صد القوات المشتركة لمحاولة تسلل عناصر الميليشيات في قرية بيت مغاري شمال غرب المدينة، وكسرت القوات المشتركة محاولة تسلل أخرى للميليشيات وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. الآن كما تشاهدون هذه أحد جثث عناصر الإرهاب الحوثية. في مديرية بيت الفقيه استهدفت مدفعية القوات المشتركة بقايا جيوب الميليشيات لدى محاولتها التسلل من وسط أنفاق ومخابئ مزارع الحسينية، كما تم تفجير 3 مخازن أسلحة وتدمير جرافة للميليشيات في المزارع ذاتها. وفي مديرية الدريهمي تصدت القوات المشتركة لهجوم ليلي بعد مواجهات خسرت خلالها الميليشيات العشرات من القتلى والجرحى، وما إن باشرت الميليشيات بالانتشار حتى أخمدتها القوات المشتركة بضربات أوقعت عددا منها بين قتيل وجريح. وأظهر تصوير جوي جانب من الاشتباكات التي اندلعت بين القوات المشتركة وميليشية الحوثي في خط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، لكن مدفعية القوات المشتركة دمرت عددا من آلياتها ولقي من على متنها مصرعهم. وبعد تكبدها خسائر فادحة برا لجأت ميليشيات الحوثي إلى استهداف الفريق الحكومي والفريق الأممي معا بحرا، ومنعت السفينة الأممية من الإبحار في محاولة منها رفع معنويات عناصرها المنهارة وتسجيل مواقف من شأنها البحث عن مكان وزمان لاتفاقيات جديدة تستغلها الميليشيات لترتيب وضعها الميداني بعد أن فشلت تحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش، وصارت في المقابل ألاعب الميليشيات بالاتفاقيات سياسة مكشوفة ومفضوحة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.